وجاء ايش؟ امر. الامر هنا وظيفه الامر ماذا؟ ازاله النهي. اذا ازلنا النهي رجع الامر كما كان عليه قبل النهي. بالمثال يتضح. اذا جاءنا نهي لا يمكن ان نزال هذا النهي الا بشيء قوي وهو الامر. وظيفه الامر هنا فقط ازاله النهي. اذا ازلنا النهي يعود الامر كما كان عليه قبل النهي. كان قبل النهي واجب فهو واجب، مستحب فهو مستحب، مباح فهو مباح. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: واذا حللتم فاصطادوا. قال الشيخ: يجب على كل من تحلل من حج وعمره ان يصطاد. والدليل: واذا حللتم فاصطادوا. نقول: لا، وظيفه الامر هنا ازاله النهي. ما هو النهي؟ لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. مفهوم؟ اذا جاء النهي وجاء الامر، الامر ازال النهي. حكم الصيد قبل الاحرام مباح جائز، اذا ارجعنا الى ما كان عليه قبل. مفهوم؟ تمام. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن، نهي. ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن. أمر يدل على الوجوب. لا، الأمر هنا جاء لإزالة النهي. مفهوم؟ نعم. ويرجع الأمر على ما كان عليه قبل النهي. مفهوم؟ ما هو؟ الله أعلم. إما استحباب أو وجوب على قول، لأن الزوج إذا امتنع من وطء الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر تطالب الزوجة. المهم احنا قلنا المثال فقط لتوضيح القاعدة. طيب، إذا أخذنا مثال على الجواز الأول، هذا اعتبره مثال على الوجوب. خلاص اعتبر يا أخي. الثالث مثال على الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. انتهينا، هذا نهي. قال: فزوروها. إذن يجب زيارة القبور. نقول: لا، جاء الأمر لإزالة النهي. حكم زيارة القبور الاستحباب، الزيارة الشرعية. إذن أتينا بمثال على الجواز ومثال على الوجوب ومثال على الاستحباب، ولازم من المثال أن يكون صحيح. مفهوم؟ تمام. طيب، وقد يأتي الأمر للتكوين: كن فيكون. إذن صوارف الوجوب: استحباب، جواز، تهديد، تكوين، تسوية. تسوية؟ نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني الاستغفار وعدمه سواء، هذا وهذا سواء. مفهوم؟ نعم. اصبروا أو لا تصبروا سواء. خلاص، جوابا لما يتوهم أنه محرم أو مكروه. إذا سبق بنهي جاء الأمر لإزالة النهي ويعود كما كان عليه قبل. مفهوم؟ والإرشاد والدعاء أخذنا في التعريف أيضا، يعني لو قال اللهم اغفر لي هذا أمر يدل على الوجوب؟ نقول: لا، هذا دعاء من مساوي لمساوي يسمى التماس. هذه كلها صوارف. ولهذا يعني بهذا تعلم أهمية هذا العلم. صح، لأنه قد يقرأ إنسان ويجعل هذه الأدلة التي ذكرناها كلها تدل على الوجوب، وهذا مسكين. نعم، تخبط. نعم، التهديد ذكرنا أيضا. نعم. قال رحمه الله: بصيغة الحال فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. نعم، حيث القرينة انتفت وأطلق، لكن قد تأتي القرائن وتدل على القرائن أن هذا ليس على الوجوب. الثاني احنا قلنا الأمر يدل على الوجوب، والثاني فورية. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، لم يسجد. طيب، ثم أن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس، لم يقل إبليس أن الأمر على
التراخي صح؟ أي نعم، هذا دليل على أن الأمر يدل على الوجوب والفورية، إلا إذا جاء دليل يدل على التراخي. مثال دليل يدل على التراخي قضاء رمضان. قضاء رمضان الأصل فيها أن يكون على الفور، صحيح أم لا؟ نعم. فعدة من أيام أخر، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى أي شهر؟ شعبان. تمام. لماذا؟ لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتأخير لو كان محرم لما أقرت عليه أم المؤمنين عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ رضي الله عنه وأرضاه. يلا مشي. قال رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة الفعل أو ندب فلا. أخذنا الإباحة والندب والتهديد والتكوين والتسوية وجوابا لما يتوهم أنه محظور، وإذا جاء بعد أمر والدعاء. نعم. بل صرفه عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما. نعم ذكرنا. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد يقتضي التكرار. ما يقتضي، الله أعلم، صح؟ ما يقتضي حتى يستقيم البيت. وإن لم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. صح. أي نعم. طيب أظن النسخة الثانية عندكم ما؟ ها مصور نفسه. طيب يقول الآن، لا تعيد بالله يا شيخ. ولم يفد فورا ولا فورا، وقلنا لا، الصحيح يفيد الفورية، تقدم. نعم. ولأن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس. نعم. ولم يفد فورا ولا تكرارا ولا تكرارا. لماذا؟ يقول يعني جاء الأمر يدل على أنه مرة واحدة، أن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ إذن الأصل في الأمر مرة واحد، حج مأمور به مرة واحد، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: إلا إذا جاء الدليل يدل على التكرار، مفهوم؟ أي نعم. قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. نعم، مو التكرار، التكرار كما يقرأ الشيخ، صحيح. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أمر الرجال بأداء الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، مفهوم؟ الآن كيف يحضر الجماعة؟ يمشي. حكم المشي هنا واجب، لأنه أدي إلى واجب. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لم تكن الوسيلة ممنوعة. نعم. كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. نعم. البعض ينتقد على المؤلف هذا المثال، قلنا المثال ما في إشكال، المثال يأتي للتمثيل للقاعدة. قال: الوضوء من شروط الصلاة، إذن هو واجب. نعم، بل هو شرط. نعم. وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. نعم، فإذا جاء بما طلب منه انتهى الأمر. الآن الذمة فارغة، يؤذن، أصبحت مطالب بماذا؟ بالصلاة. فإذا صليت انتهى المطالبة عنك، ما أحد يطالبك، لا أحد يطالبك بالصلاة بعد أدائها طبعا. نعم. قال رحمه الله: يعني الآن هل يجب في حقنا الآن صلاة الظهر؟ لا، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب النهي. بعد الأمر جاء بالنهي، وهو قول يتضمن طلب الكف أو الترك بصيغة مخصوصة، وهو الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. أما لا النافية لا، كيف نفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ بالعمل، قل تجزم، مفهوم؟ نعم. ولهذا الذي لا يعرف اللغة العربية لا يفرق بين لا الناهية ولا لا
النافية. طيب نعم، إذن علم النحو مهم. إذن النهي قول خرج بهذا الإشارة والكتابة، مفهوم؟ نعم. قول يتضمن طلب الترك أو الكف، خرج بهذا الفعل لأنه يتضمن طلب الفعل، نعم، بصيغة مخصوصة على وجه الاستعلاء، خرج بهذا الدعاء والالتماس. الدعاء تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا نهي؟ والله ما يمكن يقال نهي، يقال هذا دعاء، مفهوم؟ نعم. والتماس، فأنا أقول للشيخ لا تتأخر، يقول حاضر، مفهوم؟ هذا التماس. طيب بصيغة مخصوصة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا النافية. طيب وقد يستفاد النهي من غير هذه الصيغة، إذن الأمر أربع صيغ، النهي صيغة واحدة، قد يستفاد النهي من غير هذه الصيغة، مثل أن يوصف بأنه حرام أو محرم أو كبيرة أو شرك أو كفر أو يذم فاعله أو يثاب تاركه أو يشبه بأقبح الحيوانات. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. بعض الناس يقول هذا ما يدل على التحريم، يقول سبحان، أسأل هل تريد أن تكون مثل الكلاب أكرمكم الله، يقول لا، إذن استفاد منه النهي، مفهوم؟ أو يوصف بأنه من المشركين من المنافقين، مفهوم؟ أو قلنا يترتب على فعله عقاب، نعم، أو أنه كبيرة أو ما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: تعريف استدعاء ترك قد وجب للقول ممن كان دون منطلق. نعم، دعاء والتماس. وأمرنا بالشيء نهي المانع من ضده والعكس أيضا واقع. يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بإقامة الصلاة نهي عن إضاعتها. نعم. قال رحمه الله: لكن هذا القاعدة يقول يحتاج الفقيه فيها أن ينظر في الأدلة، مفهوم؟ أي نعم، لأن أقول بعض المسائل لا تستقيم على هذا. نعم. وصيغة الأمر التي مرتبت والقصد منها أن يباح ما وجد، وتقدم معنا أن يباح ما وجد وذكرنا هذا، وبخاصة إذا جاء بعد نهي. نعم. كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهذيب وتكوين هي، أخذنا التسوية اصبروا أو لا تصبروا، والتهديد اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. نعم، بالأمس أخذنا من هو المكلف، قلنا البالغ العاقل، خرج بهذا الصغير والمجنون. الصغير يكلف لكن تكليف غير مساوي لتكليف البالغ، فيؤمر بالأوامر حتى اعتاد العمل، وينهى عن النواهي حتى اعتاد الكف. نعم. أما المجنون ليس له قصد أصلا. طيب الكافر يدخل قطعا، الجن نعم، المرأة نعم، العبد نعم، الأمة نعم. قال تعيد بالله. قال رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا قطعا. نعم. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. نعم، الكافر مخاطب بالشريعة كاملة، لكن لا يصح منه شيء حتى يأتي بالأصل. ما هو الأصل؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فلو قال لنا الكافر هل أنا مخاطب بالصلاة والصيام والحج والزكاة، إيش تقول له؟ تقول لا، إحنا نطالبك الآن فقط بالشهادة. دخل تعطي بقية الأوامر، لأن الكافر أحيانا يأتيك ويقول ختان، تقول نعم ختان واجب، قال أنه لا يدخل في الإسلام، لا ما يصح،
تقول ومن أمرك بالختام؟ قال سمعت هذا. قال لا، أنت الآن مأمور فقط بالشهادتين، إذا دخل في الإسلام يشرح الله صدره، مفهوم؟ أي نعم. طيب، لكن هو مخاطب، يعاقب على ترك الصلاة؟ كافر يعاقب على ترك الصلاة؟ يعاقب أو لا؟ نعم. والدليل؟ قالوا ما سلككم في سقر، صح؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا كان المسلم يعاقب فما بالك الكافر من باب أولى. يعني لو جاء كافر الآن وسأل قال هل أزني وأسرق وأصنع وأصنع، هذا يقول له ليس بعد الكفر إثم، اصنع اللي تريد. لا ما يصح. كما أن الجنة درجات نسأل الله من فضله، فالنار نسأل الله عافية السلامة دركات. هل عذاب الكافر مثل عذاب المنافق؟ هل عذاب أبو طالب مثل أبو جهل وفرعون؟ لا،